طول بالك يا بيك. مو هيك بينفات على مكتب اليوس باشي يا بيك؟ مو نظمي بيك اللي بتبعته عن قصرك بفتشوا بيته وأرضه يا جناب اليوس باشي؟ انت متهم بجريمة قتل. انا مالي علاقة بشي نهائياً. الفلاح كان يشتغل بأرضك واخر مرة طلع فيها من بيته كان جاي لعندك. هذا الحكي مو صحيح. لا صحيح، نحن سألنا أهل بيته وهيك قالوا لنا، ولما انحقنا معك حضرتك ذكرت انت ما شفته بالمرة. لأني ما شفته بالمرة. كذبت. اوعك تعيده مرة تانية. ولك بدي عيده مرة تانية وثالثة ورابعة لحتى أمسك عليك ممسك وحطك بالحبس وحاسبك على كل أعمالك. أنا ماني عامل شيء أبداً. عامل كتير، وأنا ما بكون اليوز باشي حكمة إذا ما بخليك عبرة لمن يعتبر. هذا الحكي إلي؟ إيه لك؟ نين اللي برا؟ ماشي متوازع يا حكمة. شرف يا بيك. هدول 50 ليرة ذهب رح يكونوا لألك، وخمسين ليرة تانيات مع بيت كبير إذا صار يلي بدي إياه. إيه؟ وشو اللي بدك إياه يصير يا بيك؟ سيدي شوفي، اجتنا اخبارية انه نظمي بيك رايح يقتل ابو سعيد لانه عليه مستمسك بقصة قتل ابو صبري الفلاح. جهزي دولية بسرعة. فورا سيدي. هادي وزعت العسكر بكل الحارة وسكرتها مش عم يهرب مننا. رح امسكه، رح يكون حسابه عسير. اكيد. خير ان شاء الله. مين القواص؟ بسرعه بسرعه جيبوا القواص. خذ يا بيك. خليه معك لسه شغلك ما خلاص. اسمع شو بدي اقول لك. انا تحت امرك. خير سيدي. انت متهم بجريمة قتل. انا؟ في شهود على هذا الشيء. مين هني؟ حسان؟ احكوا لي عنكم. انا بشهد انه اليوز باشي حكمات قتلوا لابو سعيد خلال التحقيق اللي كان عم بيعمله معه. وانا بشهد على هذا الكلام. يا عسكري. حاضر سيدي. ها تقعد محله لبين معين يوز باشي جديد. أمرك سيدي. صار ماضي أسبوع على القصة واليوز باشي رح ينحكم مثل ما أنت بدك، ونحن لهلا ما كفينا اتفاقنا. أنا حكيت مع الباشا ورح يثبتك بمنصب رئيس كراكول. حلو. ومشان الذهبات والبيت بكرة بتيجي بتاخدهم بالكامل على دوز بارا إن شاء الله. الله معك. بالإذن.
شافوا الشكشي؟ ما بعرف بس شو؟ الطبنجة الطبنجة وقعت مني ببيته يا بيك. أهلا يا فخمك الله يخرب بيتك. أنا مجروح يا بيك. مجروح؟ أنا رح داويك. لا 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 أنا لحد هلا ما عم بقدر صدق اللي صار وما عم بقدر صدق إنه سعده مات قتل. مالك مصدق إنه سعده مات قتل؟ دخلك سعده له أعداء؟ الله يرحمه يعني هو كان صاحب مشاكل وكتير عالم له انتار معه. مثل مين؟ أنا ما بعرفه لأنه أغلبهم من برات الحارة يعني. ودخلك سعده قبل ما يموت وين كان؟ والله أنا ما بعرف. نحن رح نكمل تحقيق وشو بيصير معنا بنخبرك. وشو من شان الاتفاق؟ بنخبرك شو بيصير معنا. مع السلامة. أمرك. أنا بعترف إني ظلمتك يا حكمت بس شو؟ بس شو اللي كان جابرك على هالشي؟ الذهب والمنصب هن اللي جبروني. أنت جايبني لعندك لحتى تعترف ولا؟ جايبك مشان صلح غلطي. شلون وأنا بعد يومين رح يحولوني على القلعة ورح يشنقوني؟ في خطة ببالي والقرار عندك، يا بتوافقني عليها يا أما لا. رغم إنه مالي مصدقك بس احكي. هاي الطبنجة لمين؟ هاي الطبنجة لسعده. سعده من وين جايب هاي الطبنجة؟ ما بعرف. جاب هاي الطبنجة من عندك لما حاول يقتلني. لا تخاف فينك تحكي اللي بدك اياه. الكركون فاضي وما فيه حدا. أنا بعت العساكر كلهم بمأمورية برات الحارة. فينك تحكي. شو بدك يعني أحكي؟ ليش بعتت سعده ليقتلني؟ ما في لزوم نرجع للماضي. خلينا نلفلف القصة قد ما بدك مصاري بعطيك. ولك ما عاد بدي مصاري وما رح اتركك تروح. لا تقلي ليش بعتت سعده ليقتلني؟ لحتى ما اترك علي شهود. شهود على شو؟ شهود على الفلاحين اللي قتلتهم وعلى التهمة اللي لزقناها لليوز باشي اللي انت ساعدتني فيها، فهمت؟ وسعده مين قتله؟ انت اللي ضربته بالخنجر. الضربه اللي ضربته اياها ما بتقتله. بجوز انت اللي قتلته. انا اللي قتلته وبدي اقتلك انت كمان اذا ما بتفلف الموضوع وبتنسى القصه نهائيا. وهات يا نصمي. عسكر أم جواد، أنا ما بعتت وراكي كرمال قصة الأولاد والحمل. أنا بعتت وراكي لأشكي لك همي. سلفتي يا أم جواد، سلفتي. فرجتني نجوم الدار. الله وكيلك كل ما غازلني جوزي شوي بتلاقيه عم بتفور وبتغلي. طيب أنا شو ذنبي إذا أنا صغيرة وعروس جديدة وهي صارت كبيرة؟
يا بنتي الوفق رزق، صفي نيتك تجاه المخلوقة بعدين ساعديها لسلفتك، شو علي إذا ساعدتيها بشغل البيت؟ خلي قلبك أبيض، لا تحقدي على حدا. اسمعي مني يا بنتي، الله بنولك اللي ببالك. هلا أنا عم قلك سلفتي بتغار مني وبتكراني وأنت عم تعطيني مواعظ؟ هلا أنا شو فيني ساعدك؟ أيوة هاد الحكي، بدي إياكي تلاقي لي وحدة بتعمل حجابات. حجابات؟ إيه حجابات. ليش شو؟ بدي أخلص من سلفتي سامية وولادها وضل حالي بالبيت. يو بدك ياهم يصفوا بالشارع؟ إيه أنا عروس جديدة وبدي آخذ راحتي ببيتي. فتحية أنا ما بفهم بهالقصص كلياتهم، ولا بعرف حدا بيشتغل بالحجابات. حطي عقلك براسك، لا تخربي بيتك بإيدك. ابن عمي أنا عم فكر غير الدايق مجواد، مدري كيف حسيتها كتيرة غلبة وما بتفهم بشغلتها، لهيك عم فكر نادي على داية جديدة من الحارة الثانية. هلأ أم جواد صارت كتيرة غلبة وما بتفهم بشغلها، أم والدة كل أولاد الحارة والكل بيحلف براسها. عفواً منك، أنتو الدقة القديمة هيك بتفكروا، بس نحن الصبايا منفكر غير شكل. كمان أنا عم بحكي مع جوزي، أنت شو دخلك؟ بس سامية ما حكيت شي غلط، الست أم جواد داية محترمة ومقدرة، ومثل ما قالت لك والدة كل الحارة، والمرأة ما بيعيبة عمرها، بالعكس هي مثل الجوهرة كل ما كبرت جوهرت، ما بيعيب البني آدم غير تصرفاته يا خانم. لك شو بنا يا جماعة، ايمونا من هالسيرة بقى. أخي شو صار مع أبو مصطفى؟ وصلت تبعة ولا ما وصلت؟ بعد بكرة بس توصل قلي. ها بدنا نروح لعنده خص نص بارك له. قومي صبي لي كاس شاي. حاضر. شفت؟ شفت كيف حكاني اخوك ودافع عن مرته وانت ولك انك قاعد ولك انك موجود؟ لك يا حبيبة قلبي ما صار شيء، بعدين انت رديتي عليها وما قصرتي فيها، تمك هيك ما شاء الله. اخي الكبير انا ما بقدر ارد عليه، هي لازم تفهميها. لهيك عم اقول لك انا بدي اياهم يطلعوا من بيتي، انا بدي اقعد ببيتي لحالي، بيتي وانا حره فيه، حقي. يهي علينا، رجعنا لنفس الموضوع. أنا فهمتك 100 مرة، أنا وأخي ما بيفرقنا غير الموت. بعدين البيت كبير وبيسعى الكل، أولاد أخي ربي هون بالبيت وتعودوا عليه. بعدين أمي الله يرحمها وصتنا قبل ما تموت أنه أنا وأخي ما نترك بعض نهائيا. يا حبيبة قلبي أنت لازم تتعود عليها، لك والله هي درويشة وطيبة وما بتزعل حدا. أيوة يعني أنا الحقودة وبزعل كل العالم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فايت نام. يا سلفتي أمي ساعديني بشغل البيت، الرجال رح يوصلوا. بالله شو بدك ياني نظف وسخك ووسخ أولادك السعدين؟ نطفي البيت من تمساكت وحسك عينك تقربي ناح غرفتي، فهمانة؟ استغفر الله العظيم يا ربي، صبرا جميل وبالله المستعان. اسمعي شو رح قلك، انا بعتت ورا الداي ام صبحي تيجي تكشف علي. بس ام صبحي مو داي. بالله شو مو داي، انا مبارح قلت لك ورح ضل قلك، انتو الدقه القديمه ما رح تفهموا علينا نحن الصبايا. لك يا مرت اخي ام صبحي مو داي، ام صبحي وحده دجاله اعوذ بالله منها، دينا ومعبوده الفلوس. اسمعي مني هي ما بتعمل شيء الا كرمال المصاري. ما بدك يا حبيبتي صدقيني. شكراً على النصيحة حبيبتي، وفيك تسدي بوزك وما تتدخلي، هاد بيتي وحرة أستقبل فيه مين ما بدي، فهماني؟ شيلي الفنجان لشوف. ما فهمتي علي يا أم صبحي ولا عيد وافتق كمان؟ لا تقبريني فهمت، بس يعني هذا الكلام بده يكلفك شوي زيادة. ماشي من عيوني، بس بشرط بدي شوف النتائج بعدين بدفع لك الباري. ايه بس وينك فتحية خانم؟ بكرة أو بعد بكرة بمرق لعندك على أساس أني جايبتلك دواء للحبل، وهيك بعلمك شو بدك تساوي. ماشي ناطرتك. هلأ فهميني،
سليم قال لك انه رح يتاخر هو ومرته عن بيت حماه؟ الله اعلم، لانه ما بتاخذ منا لا حق ولا باطل، وليش بتكرهني ومكيوده مني ما بعرف، كل همها تطلعنا من هالبيت. لك يا سامي الله يرضى عليكي، لك انت الكبيره وعقلك اكبر، بعدين الطبق الكبير بيستوعب الطبق الصغير، لا تنسي انه البنت عروس جديده، بكره بس الله يبعث لها ولد، خلص بتكف بلاها عنك. الله يسمع منك، مع انه ماني حاسه انه رح يصير خير بنوب. وكلي الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. هذا الحجاب لازم تحرقيه لحتى يصير رماد، وبعدها بترشيه على صحن سلفتك ولادها، وبعدها رح تشوفي كيف رح يكرهوا البيت، انسوا راحة البال حتى يطلعوا. اي والله والله اذا زبطت هالشغله لحتى خليكي تلعبي بالمصاري لعب، بس بالاول بدي اشوف النتيجه قدام عيني وبعدين بدفع لك. اتفقنا. اخ يا بطي اخ فرزيتك يا بطي اخ يا سامي اخ يا سيفي مصارينا عطوه قطع. طيب طيب حاولي حاولي تستفرغي، بلكي اكل شيء مسمم. شو مسمم؟ مو مسمم، اكلت نفس الاكل اللي والله. طيب طيب انا رايح اجيب الدايه من جواتي. لا 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 ما في داعي، انا هلا رح اعمل لها شيء سخن وان شاء الله بترتاح عليك. بوزيتكم هون بوزيتكم. يلا يلا رايح رايح. جاي معك اخي جاي معك. بس رجليكم بطي رح موت. يا ربي دفينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب فرجك يا رب، يا رب فرجك يا رب، يا رب دخيلك سر معنا. بوس ايدك هاتلي الجواد. شو وضعه؟ بيطول بالك سامي، اكله شيء في سم. هلا انا اعطيتها دواء، بس تستفرغ بترتاح. خلوها مسطحه بالفرشه، ها سعوا لها اكل خفيف كثير. خلص بامرك بامرك، ان شاء الله بتتحسن يا رب. ساميه والله غريبه، يعني هي ما اكلت اكل من برا، اكلت نفس الاكل اللي نحن اكلنا منه، شلون سمنه؟ الله لا يوفقك يا ام صبحي. شو عطيتيني؟ لك يخرب بيتك يخرب بيتك، لك شو هالحجاب اللي عطيتيني اياه؟ ولك المخلوقه كانت رح تموت، ولولا ستر الله كانوا الاولاد نايمين وما تعشوا، لك كانوا ماتوا كمان. لك شو بكي؟ انا قلت لك بدي حجاب ليطلعوا من البيت مو ليموتوا. شو دخلني انا؟ بتكوني ما طبقتي الوصفه بحذافيرها. والله شو ما طبقتها بحذافيرها؟ لك انا عملت مثل ما قلتي لي تمام، ولك انت مو بس ما فتيني، ولك انت ضريتيني. شو بفهم من هالحكي فتحية خانو؟ لتكوني عم تتهربي من الدفع ها؟ وينك؟ مثل ما اتفقنا بكرة الصبح جاي أخذ إكمالة المصاري. السلام عليكم. شو جابك من عند الصبح؟ جيت أخذ حقي، قلت لك معك للصبح وبس. والله شو تاخدي حقك؟ انت ما إلك حق عندي، لانه اللي بدي اياه ما صار، واساسا اساسا انا كرم اخلاق مني ما طلبتك بالمبلغ اللي اخذتيه مني. ماشي يا فتحيه، معناها انا هلا رح اروح لعند جوزك سليم وخبره مرته الحلوه شو كانت ناويه تساوي. بدي اقول له كان بدها تسمم مرت اخوك واولاد اخوك. شو رايك؟ ايدك وما تعطي تربي ست ما يلد. هيك لكان كنتي بدك تقتليني انا وولادي يا فتحيه؟ ساميه ساميه مصبحي والله يا فتحيه والله اذا بتقربي صوب ولادي او بترميهم بورده لتشوفي مني شي ما صار. يا ساميه صدقيني مصبحي وعدي كذابه، صدقيني. قولي على امتي قولي على امتي. ليك يا ابني أنا سمعت باللي صار مع مرت أخوك وما هان علي ما أحكي الحق. مرتك فتحية الله يصلحها طلبت مني أعمل حجاب لمرت أخوك وولاد أخوك مشان يكرهوا البيت ويطلعوا منه، وكمان بنفس الوقت طلبت مني جبلها سم الفيران
أنا بيني وبين حالي قلت لحالي يا بنت لشو بدها سم الفيران؟ سألتها قلت لها لشو بدك سم الفيران؟ قالت لي والله في عندي فيران بالمطبخ بدي أخلص منه. مو تاري بدها تحط سم الفيران لمرت أخوك ولاد أخوك؟ شوف يا ابني، بصراحة مرتك ما عطتني كمالة حسابي، وأنا بعرف إنك زلمة حقاني، فقلت لحالي فرد مرة أنت بتعطيني حسابي وقتها بتتصرف، بينك وبين مرتك أنا ما دخلني. والله كان قلبي حاسسني إنه فتحية ورا موضوع السم، بس ما كان عندي دليل. وبدك حسابك كمان، إيه تكرمي. إيه شو قلت؟ لك كيف بتصدق وحدة نصابة مثل هي؟ لك هي وحدة كل همها المصاري. أنا ما عطيتك سم، أنت طلبتي مني حجاب وأنا لبيتك، والحجاب بحياته ما كان تهمة. فتحية، أنا ما بيشرفني وحدة مثلك تكون مرتي. أساساً من الأول أنا شاكك فيكي، لأنه حقدك كان مبين من تصرفاتك وعلى عيونك، وهلأ لازم تدفعي ثمن الأذى اللي كنت بدك تعمليه لمرت أخي وولاد أخي. أنت طالق. طالق، يا وردة خفية، القهوة جاهزة. صباح الخير. صباح النور. وين 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 وين؟ والله اليوم عندي شغل كتير ورح نام عند الخانو. أيوة، أنا بدي نام لحالي بهذا البيت الكبير. إيه بس اليوم. إيه لا اليوم ولا غير اليوم. وردة أنت بتعرفي قلبي قطيعة وبخاف كتير، وما قلنا يومين ساكنين هون. لا تخافي، الحارة أمان. وردة اجلي اليوم أو خلص ابعتي حدا غيرك. ما فيني. وليش ما فيكي؟ لأن الخانو مكسرة عيني. بتعرفي هي حكت مع جوزها مشان يسكننا بهذا البيت ببلاش، بعدين دائما بتكرمني بالإجرة. يا أختي الله يوفقك، لا تتركيني لحالي. خلصنا بقى، هي ليلة وبتمرق. دايما على القهوة بخاطرك. مع السلامة. يا رب سترك يا رب سترك. أنت بدك تتضايق مني مصاري؟ أخي بشتغل معك، شو بدك تعطيني؟ لك بالأول خليني فهمك شو بدنا نعمل، بعدين بنحكي بموضوع المصاري. فهمني. رح فهمك، بس أنا شغلة وحدة اللي بدي أفهمها، هذا المخ إيه ما بده يشتغل؟ البيك في إله 9 بيوت بالحارة، ومو مأجر منهم ولا بيت، تعرف ليه؟ طبعاً ما رح تعرف، شي طبيعي هاد، لأنه بيخبي ذهباته وكل الأغراض اللي بتجي من بلاد برا بقلب هالبيوت. ولزيدك من الشعر بيه، في إله بيتين هون بالحارة، ونحن كل اللي علينا أنه ننزل على هالبيتين ونقش كل شي فيهم ونضل طالعين. طيب وبلكي؟ أنت حبيبي ريح لي حالك ولا تفكر، لأنه أنا رح فهمك كل شي بدنا نعمله. فهم. إيه؟ يا سيدي يا هيك البيوت يا بلا، شو بيت فاضي ما فيه حدا؟ هي نزير هلأ شو؟ يا عين عليك، وانت اللي سألتني، هلأ بتحمل حالك مثل الشاطر بتفوت على هديك الغرفة بتنك تنكت، القشة ما بتتركها، بتدحوش بتدور بتقيم بتحط بتطلع مطلع كل شيء. ماشي لا تاكل. يلا قول يا رب.
الأوضة فاضية، ما فيها شيء ينسرق بنوم. المعلومة رح نلاقي شيء نسرقه، لأنه العينتين طلع مأجر البيت لحرمة. شو؟ حرمة؟ لك هنروح خلينا نمشي. شبك أنت أجدهب؟ أجدهب؟ عم قل لك البيت فيه حرمة، وهيك شغلة مو كل يوم بتصح لنا، شغل لي مخك بقى. ليكون قصدك؟ إيه قصدي. أنا بفوت بالأول وبس خلص بتفوت بعدي. أعوذ بالله، أنا ما بقرب أعراض الناس. طبعاً لأنه مالك رجال. رجال غصب عن الكل، بس على أعراض الناس أنا ما بقرب هيك. وتصطفل شبك انحمقان، أنا كل اللي كان بدي إياه إني أبسطك وأنت ما بدك. إيه ما بدي. أروح. رايح. الله يوفقك بعد عني. لا تأخر أسي، لا تسمعيني حسيك. اسمعي لي، نحن الاثنين لحالنا بالبيت ماشي، وقد ما صرختي ما حدا رح يسمعك ومني ما رح تنفتي، فسلميني حالك يا حلوة وخلينا ننبسط نحن الاثنين ولا تتعبي حالك على الفاضي. عم تفهمي لي؟ هذا أنت يا واطي. شو رجعك لهون؟ بعد عنه. شو رجعك؟ ماذا؟ قولي على أمي، قولي على أمي. لك ماذا أبا؟ بعد. لك بعد عنه. شو لك؟ امشي. قولي. اسمعوا لك نزير، بتروح من هون أحسن ما خلص عليك. سمعت؟ رايح. يلا تعال هون. يا أخي وين رايح؟ جرحك كبير وبده خستخانة. ما بده خستخانة، أنا بداوي لحالي. ما فيك تداوي لحالك. على الخستخانة ما رح روح. طيب خليك، أنا بداوي لك يا شرف. تفضل اقعد هون. تفضل يا أخي تفضل. معافى إن شاء الله. الله يعافيكي. كتر ألف خيرك أنك خلصتني من هذاك الواطي. هذا واجبي. أنت كنت بتعرف شو رح يعمل؟ لا. لكن شلون عرفت إنه هو عندي بالأوضة وشلون؟ خلاص يا أختي، اللي صار صار. خليك. أنت لازم ترتاح. لازم روح. لا والله ما بتروح. خليني أساوي لك شي تشربه وبس تتحسن بتروح. أنت ساكنة لحالك هون؟ ساكنة أنا وأختي، بس هي امبارح نامت برا البيت. خير إن شاء الله. يلا أنا ما بطول. مو نزير يلي بيتاخد غدر وبيسكت. أنا بفرجيك يا راشد، أنا بفرجيك.
يا حفيظة، أنا أجيت يا حفيظة. ويا لهبتي مين هاد؟ وردي ببوسي لك وطي صوتي. لك ما بدي وطي صوتي، هذا شو عم يعمل هون؟ لك هاد السلام يخلصني من مصيبة كبيرة. شلون يعني؟ اليوم بغيابك نزل علي ابن حرام والأخ خلصني منه. انت شو عم تحكي؟ الله وكيلك هاد اللي صار، حتى أنه إيده انجرحت. أزعك شي؟ لا، والفضل لإله. بس كأنه أنا شايفته. تذكرت هذا اسمه راشد، مرة اجى لعند البيك والبيك ما كان موجود بالبيت، استقبلته الخانم وانا كنت معها. ايوه، وشو كان بده؟ كان عم يطلب دواء لاخته المريضه. ليش اخته مريضه؟ ايه، وانا تاكدت من هذا الشيء لما بعتتني الخانم لعندهم مشان ودي لها دواء واكل. وين بيته؟ باخر الحاره عند سبيل المي. هلا انت ليش عم تطلعي كل هالعي الفاضي؟ فيقيه وخليه ينقل على بيته. خلص طولي بالي. يلا اختي تعي. اعطيني عنك اخي هذا. ايه الله يرضى عليك. قولي بسم الله. يلا بسم الله. بالشفا ان شاء الله اختي. ربنا يخلي لي اياك يا اخي. يا أنا جاي شق على أختك. شلون عرفتي؟ بدك تخليني واقفة على الباب؟ تفضلي تفضلي. طمنيني عنك. نشكر الله الحمد لله. أنا اسمي حفيظة، ومن يوم ورايح بتعتبريني رفيقتك الجديدة، ورح ضل معك وجنبك لحتى الله يعافيكي. وهلأ فيني أعرف شو جاي تعملي هون؟ جاي ردلك جميلك. بس أنا ما إلي جميل عليك. ولما فتت على بيتي لتخلص. فايت اسرق البيت. شوفت عينك، أختي مريضة وكل شهر بدها دواء حقه غالي كتير، ما عدا أجرة الزلمة اللي عم يجيب لي إياه من برا البلد، وكره البيت هاد كمان، وما فيني أترك أختي لحالها بالبيت وأطلع أشتغل برا، وقد ما اشتغلت ما فيني لحق عليهم كلهم. بيعن وفك دقيقتك. اعوذ بالله. قسما بالله لتاخذهم. يا بنت الناس الله يرضى عليك. رحمة امي وابي لتاخذهم. حسبي الله ونعم الوكيل. بخاطرك. نزير. ايه نزير. نزير يلي لعبت عليه وساويت من الحرمة إلك شنقالة لحالك. سمية 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 ردي يا سمية. سمية 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 ردي علي. لا ردي لي على سمية. بك سمية مشان الله. استخاني روح استخاني جيب للحكيم.